يقول السائل سماحة الشيخ: أريد السعادة، ولكن أين الطريق الموصل إليها؟ مع العلم بأنني قد بدأت والحمد لله في الاستقامة على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهوني يا سماحة الشيخ. السعادة طريقها واضح. من أراد السعادة فعليه بأسبابها، الله أكبر. وأسبابها طاعة الله ورسوله وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار والصبر على المصائب والشكر عند النعم. هذه السعادة، أن تكون صبورا على طاعة الله، صبورا عن معاصي الله، شكورا عند النعم، بعيدا عن صحبة الأشرار، قريبا من صحبة الأخيار، مكثرا لذكر الله عز وجل والدعاء. هذه السعادة. من أراد السعادة فعليه بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله وصحبة الأخيار والصبر على مر الأقدار والشكر عند النعم. هذه السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم استعان. الله المستعان، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.